يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البسملة من الفاتحة؟ خلاف بين العلماء، الذي يراها من الفاتحة يجهر بها، والذي لا يراها لا يجهر بها، وهم الجمهور. ولذلك تجدون المصاحف بعضها مكتوب فيه على البسملة رقم واحد على أن من الفاتحة، وبعض المصاحف لا يكتب على البسملة شيء، لا يكتب عليها رقم، لأنها ليست من السورة وإنما هي آية مستقلة كما هو مذهب الجمهور. نعم.